بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرة هذه إن شاء الله خلونا نراجع المفاهيم اللي ذكرناها في المحاضرات السابقة، يعني ذكرنا مجموعة مفاهيم، خلونا نراجعها ونوضحها بشكل واضح بحيث أنه ما يكون في لبس. طبعا ذكرنا الابستراكشن، وإن شاء الله الابستراكشن واضح، وهو قضية أنه عملية الابستراكشن هي استخراج الفيتشرز أو الكاركترستيكس اللي تحتاجها أنت من اول شيء انك تحدد وش الاوبجكتس اللي تبغاه، بعدين تستخرج الفيتشرز او الكاركترستكس للاوبجكتس هذه اللي انت تحتاجها وترمي الباقي زي ما سوينا في الامبلوي. بعد كذا تكلمنا عن المفهوم الثاني ومفهوم الانفورميشن هايدنج، وذكرنا الانفورميشن هايدنج انك تخفي البيانات الاتريبيوت حقات الاوبجكت بحيث انه ما تكون اكسسبل الا من خلال ما يمكن الوصول لها الا من خلال السيترز والجيترز. خلوني أوضح الشيء هذا الكلام هذا بشكل أدق شوي. نقدر نقول إنه لو عندك كلاس، طبعاً عادة كلاس نكتبها بالشكل التالي: public class، بعدين اسم الكلاس، مثلاً employee عندنا حنا كان employee. فلو عندك كلاس بالشكل هذا عرفتها، كيف الجافا تعطينا الانفورميشن هايدنج، كيف تسمح لنا ان نخفي البيانات زي ما قلنا قبل. بس عشان ناكد، اول شيء تقول انه اول شيء تعرف الاتريبيوتس انها برايفت، فبرايفت مثلا انت اي دي مثلا حق الاي دي حق الامبلوي، زين. فمجرد انك تعرف الاتريبيوت برايفت هذا يعني انك اخفيت الاتريبيوت. وش معنى انك اخفيت الاتريبيوت؟ بمعنى أنه لا يمكن أنك تذكر أنك تدخل على ID هذه وتعدل فيها إلا من جوا الكلاس، بمعنى أنه من جوا القوس هذا إلى القوس هذا، زين. لو كان فيه كلاس ثانية مثلا كلاس التست public، طبعا نفرض أنهم في ملفين، إذا كانوا في ملف واحد لازم نشيل public من هنا، هذا تكلمنا قبل public class، وهذا طبعا ما يفرق عندنا في information hiding. المهم عندنا two classes، عندنا هذه test employee، مضبوط، هذه test employee. فجوه الكلاس هذه طبعا هنا المين ما راح اكتبه، راح اختصر. جوه المين هنا لما تسوي object من نوع employee، نفرض عندك object e، ما تستطيع انك تقول e.id، مضبوط. لكن هنا جوه من القوس هذا الى القوس هذا، القوس الخاص بكلاس employee، مضبوط، تستطيع انك تستخدم id. مثلا في set يكون عندك، خلينا نشوف المثال هنا مثلا، هذا مثال مثلا بالنسبه للاي دي، هذا الاي دي لاحظ انه برايفت، هذا الكود اللي كتبه مبرمج فهد، هذا البرايفت، وهنا لاحظ اننا استطعنا نقول اي دي. لاحظ انه الاكليبس يعرف ان الاي دي هذا هو الاي دي، هذا هو الاتريبيوت اللي عندنا. فاذا هذا معنى البرايفت، هذا مهم جدا. قواعد الجافا تقول لك انه اي اتريبيوت اذا كانت برايفت، زين، فإنه لا يمكن أنك تدخل عليها أو تعدل عليها، لا يمكن تقول ID gets something إلا من جوا الكلاس نفسها بين الأقواس هذه. هنا إحنا برا الكلاس، إذا لا يمكن نقول E.ID، مضبوط. هذا أرجو أن يكون الكلام واضح. طبعا في حاجة ممكن تلخبط شوي في بعض الأحيان، في المبرمجين، خلونا نمسح، في بعض الأحيان المبرمجين يقومون بخطأ كبير جدا، وهو الخطأ التالي: إنه يسوي الكلاس public class employee، يضع فيها مثلا private ID، بعد كده يعرف public static void main، مضبوط، طبعا بغض النظر هنا، ثم يضع المين هنا. الآن لما تضع المين هنا ممكن إنك تسوي object من نوع employee، تقول والله employee E gets new employee. الآن تستطيع أنك تقول E.id gets مثلا 1000، هذه صحيحة، وحطها بلون ثاني، هذه صح، زين، صح. لكن المهم هو السبب، ليش؟ لأن نفس الكلاس، هذه بداية الكلاس، هنا بدأت الكلاس وهنا انتهت، هذه هي الكلاس اللي عندنا، زين، واضح حدود الكلاس من بداية القوس حق الكلاس حتى نهايته، مضبوط.
الخطأ هنا ما هو خطأ برمجي بمعنى خطأ كومبايلر، هذا خطأ ديزاين، خطأ تصميم. المفروض أن المين دائما تكون في كلاس الوحدة، زي ما قلنا أنه اللي راح يكتب المين هو محمد، واللي راح يكتب كلاس امبلوي هو فهد أو خالد، يعني الاثنين منهم كانوا يتسابقون. فالمفروض أن المين تكون في كلاس ثانية نسميها تيست امبلوي، مضبوط؟ تيست امبلوي. زين، إذا يكون عندي تو كلاسز، في كلاس اسمها امبلوي فيها الاي دي والاي دي برايفت، وفي كلاس ثانية اسمها تيست امبلوي فيها المين. بالحالة هذه لو كانت employee مفصولة عن test employee لا يمكن انك تسوي الشيء هذا، لا يمكن تقول e.id. زين، زي ما هو عندنا هنا في الاكليبس، هذه employee مضبوطة اللي سواها فهد، حط فهد حط ال id هنا عندك private زي ما انت شايف هنا، مضبوط. لما تيجي هنا في test employee اللي سواها محمد عشان يختبر الكود حق فهد، لو تيجي هنا وتقول هنا e.id gets 1000، على طول عطاك الاكليبس ايرور زي ما شفنا قبل. زين، قال لك تشينج فيزابيلتي، يا غير الفيزابيلتي حطها بابليك، هذا طبعا خطا في التصميم، المفروض تكون برايفت، او انك تستخدم السيت والجيت. اذا واضح؟ اذا مره ثانيه، الانفورميشن هايدنج هو انك تخفي الاتريبيوتس حقات الكلاس باستخدام برايفت زي ما شفنا هنا، وبعد كذا تضع سيت وجيت حتى انه المبرمجين الثانيين يستطيعون ان يستخدمون الكلاس حقتك باستخدام السيت والجيت، وانت تكون حامي الكلاس، تحط القوانين اللي تبغى، تحمي الكلاس زي ما تبغى، تقول والله السالري ما ابغى الا يكون بين 5000 و20000، فتجي هنا للسيت سالري وتضع الشرط زي ما شفنا، اف سال اكبر من او يساوي 5000 اند سال اصغر من او يساوي 20000. في الحاله هذه اقبل السالري. زين، في الحالة هذه أنت سويت الانفورميشن هايدنج بحيث أنك أخفيت هنا، ثم بعد كذا بعد ما أخفيت قدمت للمبرمج إمكانية الوصول للبيانات زي ما سوينا هنا. أما الطريقة الأخرى أنك تسوي كل الاثنين في نفس الكلاس المين وهذه، فهذا خطأ في الديزاين شنيع، ولو كتبت برامج كبيرة راح طبعا تمشكل مشاكل كبيرة من الناحية هذه. إذا هذا مفهوم الانفورميشن هايدنج. المفهوم الثاني اللي شفناه، أو خل قبل ما نشوف المفهوم الثاني، خل نقارن بشكل سريع بس وبشكل أخير كيف عمل فهد وخالد. خالد ما سوى information hiding، سوى كل شيء public زي ما تشوف هنا. زين، كل شيء حطه public، ما حط set ولا get، قال لك ما احتاج set و get لأن كل شيء حطيته public. زين، محمد بالمقابل استطاع أنه يدخل يسوي access على الـ first name واللاست name بدون set و get، ويحط فيهم أي قيمة يبغاهم ويلعب فيهم زي ما يبغى. حتى لو خالد حط set وget هنا، فإن محمد ما هو ملزم باستخدامها. زين، يستطيع أنه يدخل على الاتريبيوت بشكل مباشر، يعني بمعنى لو أنه لو خلونا ننسخ هنا مثلا، لو جاك خالد وقال لك والله أنا بقلد فهد وأخذ السيت هذه وحطها هنا، زين، أقول set salary، الحين أنا حميت كلاس، غير صحيح لأنه السالري public، فيقدر محمد يجي هنا ويضع قيمة للسالري زي ما انت شايف. بينما نشوف الكود حق خالد هنا، زين، حط ست سالري وحط السالري برايفت، فهد عفوا. زين، فلما جاء محمد، لو جاء محمد يبي يسوي حاجة زي كذا، يعني بيقول e.salary gets sal، على طول عطاه ايرور. زين، هذا هو مفهوم الانفورميشن هايدنج بشكل مختصر، او هذا هو الطريقة اللي تعطينا الجافا لاستخدام الانفورميشن هايدنج. وهذا مقارنة بين تو implementations، واحد باستخدام، واحد اللي استخدمه فهد وهو implementation الطريقة الصحيحة، انه حط private وحط set و get، واحد اللي سواه خالد وهو حط كل شيء public وما استفاد لما حط set و get، ما استفدنا منها اي شيء، وسمح هنا لمحمد انه يدخل البيانات بشكل مباشر، بينما هنا فهد ما سمح لمحمد انه يدخل البيانات بشكل مباشر، بل انه يعني حجر له شوي، قال ما في، لازم تستخدم السيت والجيت، وانا المسؤول عن الكلاس وانا اللي احمل كلاس، تبغى اي شيء من الكلاس لازم عن طريقي انا، عن طريق السيتس والجيتس، سيترز والجيترز اللي انا سويتها. راح نكمل ان شاء الله شيء بسيط في المحاضره الجايه على الموضوع هذا، ثم بعد كذا ننتقل للميثودز بشكل اكثر تفصيل، ونشوف ميثودز ثانيه غير السيت والجيت.